طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. وساطة إيرانية جديدة لحسم الخلاف على منصب وزير الداخلية. مصادر سياسية أكدت عودة الجهود الإيرانية التي تهدف إلى حلحلة الأزمة السياسية بين الفرقاء العراقيين بشأن الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، خاصة فيما يتعلق بمنصب وزير الداخلية. برلمانيون أكدوا بأن أزمة منصب وزير الداخلية لا تزال قائمة، ولمح آخرون إلى رغبتهم في استجواب وزراء يعتبرون أنهم فشلوا في أداء المهمات الموكلة إليهم خلال الأشهر الماضية. مصدر سياسي مطلع قال بأن مسؤولين إيرانيين وموظفين بارزين في سفارة إيران في بغداد أجروا خلال الأيام الماضية لقاءات واتصالات هاتفية شملت قيادات تنتمي إلى الجهات المختلفة في العراق، فيما بينها بشأن وزارة الداخلية، والتي تعتبر اليوم نقطة الارتكاز في الخلاف بين المعسكرين الشيعيين في بغداد، ولافتا إلى أن نتائج الحوارات لم تطرح بعد على رئيس الوزراء لأنها لم تصل إلى نتائج ملموسة. يأتي طبعا هذا بالتزامن مع حديث وسائل إعلام إيرانية عن مغادرة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقچي إلى العراق، وفي وقت رأى فيه العضو السابق في البرلمان عزة الشابندر خلال حديث تلفزيوني بأن بلاده تحولت إلى الساحة الأهم للصراع بين إيران والولايات المتحدة. في هذا السياق اتهم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي يوم الأحد الماضي، اتهم إيران والولايات المتحدة بسرقة إرادة الشعب كما قال منذ العام 2010، وأكد سعيه إلى التغيير السلمي من أجل إصلاح الأوضاع السياسية كما قال. طبعا معروف بأن العراق يشهد منذ أشهر أزمة سياسية تعرقل الاتفاق على مرشحي 4 وزارات، الداخلية والدفاع والعدل والتربية، فيما يعد الخلاف الأبرز على وزارة الداخلية التي رشح تحالف البناء رئيس ميليشيا الحشد الشعبي المقرب من إيران فالح الفياض لتوليها، وهو أمر يرفضه تحالف مقتدى الصدر وأطراف أخرى. طبعا في هذه الأثناء عضو البرلمان عن تحالف سائرون تحدث في هذا الجانب وفي هذا السياق، وأكد يعني وهو اسمه سعران العاجيبي، أكد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح النهائي لمنصب وزير الداخلية حتى الآن، ولفت إلى استمرار الحوارات بين تحالفي سائرون والفتح بزعامة هادي العامري من أجل تقريب وجهات النظر. بين العاجيبي بأن تحالفه عقد اتفاقا مع هيئة رئاسة البرلمان من أجل البدء قريبا في حسم مسألة التشكيلة الوزارية ورئاسة اللجان البرلمانية، وأشار في هذا الصدد
إلى إصرار تحالف سائرون كما قال على إنهاء قضية الهيئات المستقلة والمناصب المهمة التي تدار بالوكالة بحلول شهر يونيو حزيران المقبل. في هذا السياق رأى عضو مجلس النواب عن سائرون قصي الياسري بأن أداء بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي ضعيف وأنهم لم يقدموا شيئا إلى غاية الآن ولم ينفذوا الوعود التي أطلقوها ملوحا في تصريح صحفي باستجواب وتغيير بعض هؤلاء الوزراء كما قال. معنا اتصال صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح، شلون تقرأ هذا يعني الاستقتال إذا صح التعبير الإيراني على التدخل في الشؤون في العراق خاصة في ما يخص وزارة الداخلية؟ طبعا احنا كنا نعرف ان العراق والساحة العراقية هي اللي يديرها السفير الإيراني وقاسم سليماني، يعني العراق سياسيا مسيطر عليه من قبل هالشخصين ويدار من قبل إيران. يعني لا حد يحكي بسيادة ولا حد يحكي بكرامة ولا حد يحكي يقول لك احنا دولة. احنا مو دولة، احنا هسه تابعين الى دولة ايران. وتشوف احنا هاي الحكومة اللي شكلت منقوصة، يعني من بدايتها كانت يعني ضعيفة وغير وطنية. يعني لو هم جادين بخدمة هذا البلد سواء أمنيا أو بالخدمات، المفروض وزير الدفاع ووزير الداخلية هاي وزارات سيادية، يعني من المهم أن يكون وزير على رأس هذه الوزارة. لكن شو اللي خلاه مؤخرهم؟ هي المحاصصة المقيتة بالأول، وثاني شيء العمالة إلى إيران. احنا نعرف أن وزير الداخلية بهاي الفترة المقبلة أن إيران تريده موالي إلها 100%. يعني مو تقول اي وزير يجي يصير من اي حزب، من سائرون، من المتحدون، من غيرها، من اياد علاوي، من القانون، من فتح، لا، لازم موالي الى ايران 100%. ليش؟ لان الفتره الجايه احنا نعرف ان العراق راح يصير ساحه صراع، فهذه الوزاره وملفها لازم يكون مسيطر عليه من قبل إيران في سبيل وزير الداخلية اللي راح يصير وهو عميل 100% إلى إيران. كل الأوامر والتقديرات والحركات والسيطرات والأمور مسيطر عليها من قبل هذا الوزير. والاتحادية احنا نعرف شنو الاتحادية وتأثيرها اللي ماسكة عدة مناطق، هي موجود صراع بيها، صراع داخلي طائفي، يعني طائفي بامتياز، مو تقول طائفية ماكو، طائفية موجودة بكل الوزارات وهي اللي أسستها الحكومة. فهاي الوزارة لازم يكون مسيطر عليها من قبل إيران. أما وزارة الدفاع هي محسوبة لسه إن هي اعتباطا استاذ، يعني مو تقول يعني وزارة سيادية للسنة. يعني احنا نعرف ان المنصب وزير الدفاع هو سني، لكن بواقع الحال من تجي تشوف وزارة الدفاع وقادة الفيالق كلهم وقادة التشكيلات كلهم والاستخبارات العسكرية والاستخبارات والامن والمنظومات والقيادة البرية وغيرها، كلها ناس موالين الى ايران وموالين الى حزب الدعوة حصرا، حزب الدعوة حصرا. وزير الدفاع السني بكل مراحل اللي الوزارات اللي صارت وزارة الدفاع هيك مجرد منصب لابس قاطع وقاعد مجرد يوقع، واللي حسته جاي صافي، ما يهمش جاي يصير، ما يقدر ينقل أمر فوج من مكان إلى مكان، ما يقدر يحول أي تشكيل عسكري من منطقة إلى منطقة. مو تقول يجتمع بقادة، ما شفنا احنا اجتماع مثل وزير الدفاع اللي سابق هسه اللي راح اجتمع بقادة الفرق والتطورات وغيره، لأن هو مو مهني مو عسكري مو شغلته. تلقاه قبل كان عليه ملف أمني مطرود من الجيش السابق وكان ملازم أول ووجه هسه سياسيا المطح سياسيا وصار وزير دفاع في سبيل إرضاء جهة السنة، يقولهم هاي الوزارة لكم. لكن بالفعل وزارة الدفاع مو لنا، وزارة الدفاع هي الحزب الدعوة من 2003 ولحد الآن. فهاي الوزارتين استاذ لازم بالمرحلة المقبلة ان الصراع الامريكي الايراني انها تكون من اللي ياخذها، راح تاخذها ايران. واحنا نعرف ان صالح الفياض هو ولاء لايران وكان يشغل اكثر من منصب، يعني شنو هذا الشخص؟ شنو اللي قدمه؟ شنو انجازاته؟ لا شيء، مجرد اغتيالات وتدمير الشعب طائفيا. خل احتقان طائفي صار هم من وراء ايديهم استاذ، من وراء ايدين المسؤولين صار هذا الاحتقان الطائفي. يعني احنا صار لنا 8 شهور هاي الانتخابات خلصت بالعراق، الانتخابات اللي في اخر تقرير للجنة الاتحاد الاوروبي يعني نسفت هذه الانتخابات بيان واضح وقالت بانه
يعني هذه الانتخابات سلبت إرادة المواطن العراقي وبينت في نقاط كثيرة. زين 8 أشهر خلصت الانتخابات مالتهم والعرس الانتخابي كما يسموه والمشاركة ما وصلت 18% مع التزوير، وبعدين جماعة سوا 45. زين 8 أشهر ما قدروا يتفقون على مرشح واحد، صار لهم متعاركين 8 أشهر، قال فالح الفياض وقال السفير الإيراني وقال قاسم سليماني وقال اجتمع في بيروت مع مقتدى الصدر ومع أطراف أخرى علمود يشكلون وزارة، وزارة طبعا حيوية ومهمة للعراقيين، يعني الأمن في العراق يعني معروف حالة من 2003 لغاية الآن. زين أنتوا إذا وزارة ما حلتوا القضية، هاي 8 أشهر وجوز راح تكمل سنة وبعد الجماعة ما سووا الوزارة. زين أدري يعني باقي الأمور، المواطن ما يريد خدمات، ما يريد وظيفة، ما يريد الحكومة تستقر وتقعد بمكانها، يعني شيء غير معقول. أستاذ الشعب العراقي مع الأسف مغيب، هسه الشارع العراقي كلنا مغيبين عن ما يجري، يعني المصيبة يعني كبيرة. أي قطاع تريد تحكي، زراعة، كهرباء، صناعة، دفاع، داخلية، بأي جهة تريد تحكي يعني كلها مآسي. العراقيين مغيبين، ما أعرف شنو المصيبة، يعني هم شلة من الحرامية وعصابات مافيا وكلهم عملاء، لو للأمريكان عملاء المحتل، لو عملاء الإيرانيين وهم الإيرانيين محتلين. شنو قدمت هاي الوزارات للشعب؟ يعني حتى حكومة حيدر العبادي من سلمت وقسمة يمين، شنو إنجازات كل الوزارات؟ لا شيء. هسه 8 أشهر المفروض الوزير أو وزارة الدفاع والداخلية اللي هي القرار أساسا مو قرار عراقي، قرار إيراني من السفير الإيراني وقاسم سليماني حصرا وقادة الحشد معاهم، لأن هم واحد يعتبرون. 8 أشهر اللي صارت كل الوزارات اللي بيها وزراء، شنو الإنجازات؟ هسه وزير رتبة وزير عالية جدا، الحمايات وغيره والسلطة اللي عنده، أي وزير تختاره بأي وزارة، زراعة أو غيرها أو كهرباء، من استلم الوزارة شنو اللي يعني القرارات اللي قررها في سبيل يقوم يعمل عليها؟ يعني شنو الخطط مع الحكومة مالته اللي راح يصير وزارته؟ ايش خلى؟ كل شيء ماكو، حاسب منه شنو اللي قدمه بهال 8 أشهر؟ يعني 8 أشهر 5 سنة يقدر كل شيء يسوي، يقدر يسوي مشاريع بسيطة، يقدر يسوي يزور مصانع كبيرة يرجعها للخدمة. كل شيء ما قدمت كل الحكومات السابقة. هسه إذا أريد تحكون موضوع كامل، حلقة كاملة 4 ساعات تحكون بإنجازات كل الوزارات بهاي المراحل، هاي الحكومة والقبل، إنجازات لا شيء، بالعكس دمار أكثر وأكثر. فهم ما راح يقدمون شيء، إحنا نريد نسمع الشارع العراقي إن هاي الحكومة والقبلها ما قدمت فد شيء خدمة للمواطن العراقي، بالعكس هم جاي يسرقون وجاي يتنفعون هم وعوائلهم، والشعب العراقي سمته وشيعته كلهم جوعانين ومغلوب على أمره. أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا اتصال أبو خالد من بغداد، فضل أبو خالد. أبو خالد يبدو أن الاتصال انقطع مع أبو خالد من بغداد. طبعا الياسري النائب عن التيار الصدري سائرون يعني أضاف بأنه مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ستكون للبرلمان كلمة وقول في أداء دوره الرقابي على العمل الحكومي، وستكون لنا استضافات لبعض الوزراء، وأضاف ربما ستكون هناك استجوابات أيضا وتغيير الوزراء الذين لم ينجحوا في أداء مهامهم بعد منحهم الفرصة. والسؤال كم وزير استضافته بالبرلمانات السابقة، وكم على أساس وزير أحيل للتحقيق؟ والنتيجة ماكو شيء، إما أنه يمر مرور الكرام وتوقع براس ثاني، وإما مثلا يحال إلى لجنة تحقيقية وراها يأخذ المقسوم ويطلع خارج العراق. لم نرى في أي دورة من دورات البرلمان أنه هناك بالفعل استجواب حقيقي ويعني إحالة هذا النائب أو الوزير أو المسؤول إلى القضاء ومحاسبته على ما قام بسرقته. هم البرلمانيين متهمين بسرقات في العراق، يعني كيف يحاسب؟ يعني ما أعرف، يعني إذا صح التعبير، يعني كيف حرامي يحاسب حرامي؟ ما تدري. المهم أبو خالد من بغداد عاود الاتصال معنا، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم. وعليكم السلام. اسمعك اسمعني من التلفون، اترك التلفزيون الله يخليك، نصيت التلفزيون للاخير. اسمع. الو الو الو، وياك وياك وياك. نعم اسمع. الو حبيبي. الو اسمعك والله اسمعك، بس نص التلفزيون، نصي التلفزيون. الحكومه حبيبي انت حبيبي، اقول لك. الو اسمعك. الو الو ابو خالد. الو أني أشكرك أبو خالد، يبدو مشكلة هناك في الاتصال معك وفي الصوت، وأرجو من جميع المتصلين، يعني إحنا هاي صار لنا سنين، يعني اللي يتصل ليش يعلى التلفزيون؟ يعني ما معقولة، إحنا بال 2019، يعني إحنا مو ب 1970 و 1960، نص التلفزيون للأخير حتى أنت تقدر تعبر عن رأيك ب ب ب بشكل واضح وشكل هادي. إذا أنت معلي التلفزيون لا أنا أسمعك بشكل واضح ولا أنت تقدر تعبر عن رأيك. أنا أشكرك أبو خالد من بغداد، يعني كان الاتصال في مشكلة. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول السلام عليكم، يقول أخي إيران خايفة على نفسها وما مهتمة للعراق، وتريد الحكومة في العراق أن تكون أو أن يكون جميع الوزراء وعملهم وولائهم إلى إيران. ليش؟ لأن إيران تعرف أن أيامها كما يقول هي وميليشياتها وأحزابها قربت نهايتهم، وتحاول تنصيب عملائها من العراقيين لتجنب نفسها لتجنيب نفسها من الوضع القادم. رسالة أخرى يقول فيها نعم تساؤل من ابن صلاح الدين، يقول لماذا تم إقالة رئيس مجلس محافظ صلاح الدين أحمد الكريم بالتزامن مع زيارة مسجدي للمحافظة؟ هل هذا جزء من خطة لبيع المحافظة لصالح إيران؟ يتساءل. نعم. أبو دليم من الأنبار يقول السلام عليكم، يقول أخويا هو العراق حاكم قاسم سليماني من زاخو للفاو، ظلت على وزارة الداخلية. يقول نعم. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أم أزهار، يا أهلا بك أم أزهار. حيكم أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا بك أم أزهار. اليوم وساطة إيرانية جديدة داخلة على الخط بموضوع حل وزير الداخلية، الجماعة خايفين على العراق خطية الإيرانيين، ويريدون ويريدون يحلون هاي القضيه. طبابين خير. نعم شنو رايك؟ خطيه والله، خطيه الايرانيين خطيه كلش، يعني خايفين علينا وخايفين على العراق ويردون يردون يمشون الامور. هم شلابد شلاب هسه شدحكي، هم اللي هسه ما ممتدين بالعراق ودمروا العراق بعد. هو هسه واكبر وزارات هي هالاربع وزارات يتعرفون عليها حتى تصير السلطه بيدهم، حتى يحاربون البشر فد مره، حتى يقتلون الشعب مره ثانيه. هي يا حكومه اجت وانجزت، هي يا حكومه اجت وعملت، هي يا حكومه اجت ونادت بالعراقيه او بالعراق العظيم او بهذا الشعب المظلوم دمر من الموصل اللي دمرت لها. هم قاعدين بالخيام بردهم وحرهم، والبصره اللي جاها وسموا الشط العرب حتى السمش ما خلص منهم، حتى الحيوان ما خلص منهم، جرفوا المساكين خربوا الدنيا كلها. هو يعني هو إيران هسه خايفة علينا هسه، وخايفة هي خايفة على نفسها، لأن هي خايفة هسه لشن أمريكا شن عليها حروب، ولهذا تخليها قوات، تخليها سند قوي بالهاي الوزارات الأربعة. لكن أنا أتعجب على هذا، هو عادل زوية، هو ما خلوا بالدنيا كلها العادل زوية هذا، وهو أكبر حرامي إيراني أصيل، هو والحكيم وهادي العامري وكلهم هم كلهم أملاء إلى إيران. هم هاي الدولة عميلة إلى إيران، هي حكمتنا إيران، هاي صار لها 16 سنة هسه تريد هذه. لكن أنا
هذا الشعب يستاهل هذه المذله كلها، لانه مدى يصحى، مدى يصير ادمي حتى يقوم يحارب ويناضل من اجل بلده، من اجل كربته، من اجل يعني الضمير، الضمير مات. يعني فد مره شو اقول؟ الضمير مات. الشعب وين قوتكم؟ وين حبكم للبلد؟ وين تربتكم هاي العظم؟ استغلتها ايران وعمال وبعض الدول وبعض هاي. بس انا اقول لها يا عادل يا عبد المهدي، ما قاعده تسوي قرار وتكتب الحص تخلي عدس وتخلي هاي، احسن لا تكتب قرار للعدس وروح تطلع المساجين من السجون حتى هم يخافون يطلعون المساجين، لانه يخافون يصيرون ضدهم. وان شاء الله ان شاء الله ايامهم قريبه، ان شاء الله ايامهم قريبه يا الله. هو احنا عيننا بعين رب العالمين، هو اللي يحفظنا، هو يرعانا، هو الناصر، هو العالم. وانا اشكرك. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال ابو علي من كربلاء. ابو علي، العجيب بالعراق بعد العام 2003 انه على خلاف كافه الدول، حتى الدول العربيه بتشكيل الحكومات، كل حكومة تخلص الانتخابات مالتها، حتى إذا يعني صارت هناك تأخير في تشكيل الحكومة تشكل الحكومة بشكل كامل، الحكومة بشكل كامل، ونشوف الوزراء يؤدون اليمين الدستورية وكل من يمسك منصبه ومع السلامة. بالعراق من العام 2003 كل حكومة تجي حكومة ما بها وزير داخلية، حكومة ما بها وزير خارجية، وهاي على هالرنة طحين شناعم كما يقولون في العراق. تأخير وإلهال للناس وتدخلات خارجية لتعيين هذا أو ذاك. شنو رأيك بالموضوع اليوم أنه إيران من جديد، وطبعا مو جديد عليها، ولكن هناك محاولات جديدة للتدخل من قبل إيران لحسم منصب وزير الداخلية؟ أسمعك أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل كادر القناة عليكم. اللهم احفظ العراق وأهله. اللهم وحد قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اصرهم على الظلمة. أستاذ عمر، أريد ليش يعلموا باختصار عن العراق وبالخصوص المناصب السياسية؟ دعنا حبوا احكي وكلام، يكون واقع، شيء ملموس. بالنسبة لوزارة الداخلية أو الدفاع، لأنه وزير الداخلية الارتباط إلى شيء مهم، يعني إلى تأثير على دول الجوار. يعني لما يكون وزير الداخلية يعني يصير تابع لإيران، عندك كل شيء راح تمنع حديث الدولة الثانية من جوازات، من حدود، من آبار مشتركة، من مواني. فالداخلية مهمة جدا، يعني تسهيل الإيراني يطب ويطلع. ولكن إحنا أكفت شيء، يوم اللي اتهدت الشيعة مع الإكراد ضد السنة، الشيعة يهتمون، يعني أنا أقصد السياسيين، نعم، ما لي شغل بالشعب، نعم، لا الكردي ولا السني ولا الشيعة. للأسف وصلنا لهذا العالم مجبورين، شو نسوي؟ الله ينتقم منهم، خلونا نحكي هذا الحكي. نعم. فالشيعة تشتغل حتى ترضي إيران، والإكراد يشتغلون ضد العراق عموما حتى يتمنون أن العراق يصير ضعيف، حتى يأخذون المناطق المتنازع عليها وكركوك، ومستمرين في الكتمة. وهم هم بالدولة وهم لهم دولة، هم عندهم علم وهم تحت العلم العراقي. من يصيرون يريدون حفة، إحنا عراقيين تعالوا طونا من الخزينة. فهذا ليش صاروا ضد المكون السني؟ لأنه المكون السني الأغلبية ما تشكله بالسياسي، الأغلبية لهم روح وطنية عراقية، علما أنه لا أحد يفكر في يوم من الأيام مو دفاع عن صدام، أنه الحكومة العراقية زمن صدام حسين كانت سنية أو شيعية. رجال علماني ما إلى شغله، ابن العراق والسنة ما استغلوا ولا يستغلوا، لأنه نيتهم طيبة. وفكر الشيعي يختلف عن فكر السني، لأنه السني يعتبر هذا ولي الأمر ويطيعه، أما الشيعي لا، يكون متقلب لو مهما يكون، إلا يكون صاحب الزمان وما يدخل بالفقه. فهذا اللي نشوف، التيار الصدري كان مدعوم من إيران،
من اعترض على الفيار؟ يعني ماكو، كأنه ماكو عراقي يجيب رجل ويصير وزير داخلية، كأنه ما هنا شيء. مثل ما تفضلت انه كل العالم تشكل دولة تنتخب الوزراء وتمشي الحال لهم. هنا التيار الصدري او السعرون كما يسموهم مختلف عن الفيار، لان الفيار هو اللي اسقط العبادي بالمناسبة، وهو منصبه مو قليبي. فوزير الداخلية لازم يصير هنا صار له الأزرق، والشعب العراقي جاي يتحمل خلال 8 أشهر لا للسماء ولا للقاع، وحكومة ما موجودة. هذول ربع إيران يقولون لازم، وإيران علما أنا عندي معلومات أنه قاسم سليماني حتى المقتدى صدر، لا مو بس هاي، حتى جسم عمار الحكيم ومكاتبهم، مكاتبهم اللي في إيران كلها قلقت. أنا شفت بعيني وعندي أصدقاء ترزلهم كلهم. على العموم فلازم يكون إيراني ويكون بعث إيراني، وحتى السني لازم يكون بس صلاحنا مع احترامتي لقلقي وزيال الإيران. فكل هاي الحكومة ما تفكر بالشعب العراقي. نعم. واللي رابح تريد بيني ما بين الله بس هم الإكراد اللي قاعد منين ما من شغرفتي، ويفكرون بناء دولة ومن يصير دولة. هذا الحقيقة. أما هنا كان العرب السنة أو الشيعة متبهدلين بنوع السنة تدمير بيوتهم وقتلهم وتشريدهم، وذولا قاتلهم الجاء، وذا واحد ينتفض ويقول آه يابا ما أريد إيران، أريد أكون حر، أكون كشعب عنده سيادة وعنده مركزية، هم يقتل. فأنا كل العراقيين وشوف هسه الحكومة الإيرانية تتودد، يعني بين ليلة وضحاها كان مصدر على قادة كردستان القائل قبض ومعروف شنو ومرسائل، بين ليلة وضحاها أصبح الإرهابي في نظر الدولة صار صديق وأحد قادة الشعب الحد الشعبي. وأنا أشكرك أستاذ طلعت عليك. أنا أشكرك أبو علي من كربلاء، كان معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. يا هلا بيك. والله أخي عمر، يعني أنا كان ردي على هادي العامري الذي يرفض التدخل الأجنبي، وطبعا أنتم قناتكم الموقرة ينقل صورة وصوت وكيف يدافع على إيران والسياسة الإيرانية. طبعا هذا التناقض الشديد الذي هو يقول يعني نرفض التدخل الأجنبي، هذا التناقض الشديد أنا أفسرها ما له تفسير إلا أنه من كثر اللطم على الرأس هناك خلل في العقل، ما يرى الحقائق، يعني ما يشوف الحقائق. لأن الله عز وجل يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور، الظاهر أنه قلبه ميت. طبعا أنا أنقل يعني أخي عمر يعني تصريح إذا تتذكرون، أو طبعا جورج كيسي، طبعا الأمريكان هم يعني يقولون نحن عدو لدود لتنظيم الدولة. يعني الآن هذا العامل يقول أنتم يجب أن تضعوا تمثال لقاسم سليماني لأن أنقذتم من داعش في العراق. طبعا الأمريكان جورج كيسي أخي عمر، جورج كيسي له تصريح يقول أخطر منظمتين يهددان أمن واستقرار العراق هو ميليشيا صدر وميليشيا البدر. طبعا هذا العامري هو الذي يتزعم ميليشيا البدر، فهو يعني هو أخطر يعني على أمن واستقرار العراق، وهذا فعلا هذا حقيقة وواقع. يعني الذي ما نراه الواقع العراقي المؤلم، ما نراه سببه هذه الميليشيات الذي يتزعمه عامري الذي المدعومتين من إيران. فالإيرانيين هم يعني الشعب الإيراني يعيش في ظلم وقهر، الاقتصاد يعني متدهور ويحكمون بالحديد والنار. فالشعب العراقي يجب على الشعب العراقي أن يتركوا هذه الأفكار والعقائد. يعني أمس أخ تداخل ودافع على المرجعية، قال لا تتكلموا على المرجعية لا يتدخل في السياسة. طيب إذا المرجعية لا يتدخل في السياسة، لماذا المرجعية مكتب المرجعية يصدر فتوى أيام الانتخابات السابقة يقول صوتوا فقط للقائمة الشيعية بقيادة الجعفري والمالكي، لماذا يعني يصدر هكذا فتاوي؟ وهذا التناقض الشديد. أيضا المرجعية لا يصدع لا شريط صوتي ولا شريط فيديو، يعني واحد حتى كلام يصدر كلام
ويربط نفسه عقائديا باهل البيت بامام حسين وعلي. ماشي هسه يعني على موضوع فالح الفياض ومنصب وزارة الداخلية، يعني معقولة هاي صار لهم 8 أشهر متعاركين على هذا المنصب، وراح السفير الإيراني وجاء قاسم سليماني، زين ماكو غير فالح الفياض؟ هسه ماشي من عندهم بس غير فالح الفياض، ليش هذا الإصرار على هذا الاسم؟ لأنه أخي عمر بكل بساطة هم يريدون الشخص يعمل لمصلحة إيران في العراق، لا يريدون الشخص يكون زين. هم ما شاء الله يعني كلهم دا يشتغلون لمصلحة إيران، كلهم سنتهم وشيعتهم وأكرادهم السياسيين اللي موجودين أبداً ما ضارين سياسة إيران. أخي عمر هم يريدون الذي يعني يشتغل أكثر لمصلحة إيران، هم الذي يعني يخدم إيران أكثر، هذا المرغوب عندهم. لكن هو كحقيقة وواقع الإيران يتحكم في السياسة في السياسة في العراق. يعني نرى يعني أيام مالكي عندما يدخل أي دولة تشوف مع العلم العراقي ويلبس كرافته، لكن عندما يجلس أمام خامنئي لا علم عراقي ولا كرافته، فهذا دليل إنه الإيرانيين يتحكمون في السياسة العراقية، والذي يعمل أكثر هو اللي يخدمه الإيرانيين. هل لا يهمهم يعني على الآن هو كلهم يشتغلون لمصلحة إيران، لكن الأمريكان أنا أتوقع الآن يعني الآن الأمريكان السياسة الأمريكية بعد ما يستخدموا عملائهم يعاقبوهم. أنا المتتبع للسياسة الأمريكية نعم. كأن الأمريكان يتهيئون لطرد إيران وعملاء إيران من العراق. نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ايسر من تركيا، تفضل ابو ايسر. الله يسعدك استاذ عمر. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، اي صراع امريكي ايراني ماكو بالعراق، وانما اتفاق. نعم. اتفاق لتدمير العراق. وهذا الاتفاق مبين، يعني لان لو اكو صراع ايراني كان ما خلوا قاسم سليماني يتجول براحته في العراق وفي جبهات القتال. نعم. أستاذ عمر، الخميني من كان في العراق اتجه لإيران حتى على أساس يكون ثورة هناك على نظام الشاه، وتعرفون أنه نظام الشاه كان نظام ديمقراطي تابع لأمريكا، فهم جابوا نظام الملالي لتدمير العراق. زين أستاذ، يعني أنا أتعجب أنه يقولون أكو صراع إيراني، هذا هاي صراع، هذا ضد العراق وتدمير العراق وبنية العراق وثقافة العراق. وإلا قلت لك يعني لو أكو صراع حقيقي كان الأمريكان عندهم مرقة يقدر يستخدموها ويخرجون نفوذ الإيران من العراق. نعم. فهاي حالة معروفة، يعني ماكو أي صراع. إحنا نتعجب يقولون أكو صراع إيراني. نعم. أمريكي ماكو صراع، هذا اتفاق لتدمير العراق لإنهاء القضية الفلسطينية. هاي كلها الناس ماذا تفهمها ما أدري. زين أبو أيسر، شوف إسرائيل دصول وجول بفلسطين براحته. زين هذا موضوع منصب وزير الداخلية، يعني شنو علم الفضاء علم الذرة هو؟
ايه استاذ هم هو صار لها كم شهر ما فضوها الجماعه. نعم مو فقط منصب وزير الداخليه، وزير الداخليه هذا يخلوه لان هم تابع للبدريين جماعه هادي العامري، وهادي العامري من تابع للنظام الايراني بقوله هو واعترافه بالتلفزيون يقول احنا قاتلنا العدو في العراق. من العدو هو بالعراق؟ قاتل الجندي المسكين. هاي نعم. حالة مؤامرة، ايش وقت ما تنتهي هاي المؤامرة الامريكية الصهيونية لتدمير العراق كليا؟ ها ذيك ستنتهي ورقة ايران، يلا يصير صراع بين الامريكان وبين الايرانيين. هاي نعم. حالة معروفة وكل الشعب العراقي يعرفها، وهذول الحفالة اللي يحكمون بالعراق كلهم تبعية من سنتهم الى اكرادهم الى شيعتهم الى كل الفئات الموجودة بالبرلمان، فقط مخليهم جنود سراق يسرقون اموال العراق ويرسلوها لايران. والا نعم. كل هسه الصناعه، الزراعه، التربيه، القضاء كله فاشل بالعراق. ليش؟ هو اساسا لتدمير هذا البلد، لان عرفوا هذا البلد وطني وعنده من الكفاءات وعنده من كل الخيرات بالعراق. نعم. هذول الحثالة مثل قيس الخزعلي وهادي العامري اللي قاعدين يضحكون احنا والله احنا مريد نفوذ امريكي بالعراق، هم حثالة المجتمع. هذول مع الاسف يعني على الشعب العراقي انه ساكت على هيج حثالة ديبقون بامواله وهو يلم من النفايات اكل وياكل. نعم. انا اشكرك ابو ايسر من تركيا كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها، يقول أخ عمر أنت سامح حرامي قاتل يصير مسؤول، هاي فقط في العراق ومع الأسف ما نشبه أي شعب بالعالم كما يقول. رسالة يقول فيها، يقول السياسات التي تدخلت فيها إيران وأذنابها في العراق هي مصالحهم وأطماعهم في مفاصل العراق، لذلك تجد أذناب إيران في العراق يريدون كسب نفوذ وسطوة وكل شيء في مصلحتهم وذلك لن يتم لهم. يقول الحل الوحيد لخلاص البلد من واقعه هو إزاحة هؤلاء عن الحكم والقضاء عليهم للأبد إلى غير رجعة، وإيجاد قادة وطنيين يكون همهم إعادة حقوق العراقيين الشرفاء الأصلاء وتغيير منظومة الحكم. نعم. بالأخبار المتفرقة اليوم أكو عندنا، نعم اكو اتصال قبل ما ننتقل الى موضوع اخر. ابو عمر من السليمانيه، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك دكتور. بالنسبه لحد الان هذا التعاقد في وزاره الداخليه، هناك عوامل خارجيه تريد تاثير على هذا، منها من ترغب بان يكون هذا الشخص صالح الفياض اللي هو خاين وعميل زين اللي في ايران تريد ان يكون هو بالتنصب، يصير هذا من تابع المستحيل. اكو ايادي اخرى خارجيه دوليه، امريكا، دول عربيه، حتى احزاب شيعيه مثل مقتدى مع ما يرغب فيه زين، ولا احزاب حتى اخرى انا اقول لك اياها سنيه ما ترغب فيه. هذا المنصب منصب خطير اخطر من وجهه نظر يكون من الجميع. اولا المعتقلات في وزاره الداخليه، ثانيا يعني هي اللي تقوم بالاعدامات، اقولها بصريح العباره، وبالخطف وعدم كشف عمليات عمليات السرقه. ثانيا ادخال الايرانيين الى العراق واعطائهم الجنسيه العراقيه، لانه نعرف انه حريه الاحوال المدنيه. الو. نعم اسمعك ابو عمر، اسمعك، ما اريد اقاطعك. دكتور عمر. نعم. لانه نعرف انه هويه الاحوال المدنيه العراقيه هي بيد وزارة الداخلية. احنا نعرف لحد الان منذ احتلال العراق ولحد الان ولحد اليوم ما يقارب 7.5 ملايين الى 8 ملايين ايراني جو للعراق، خاصة هذول اللي هجرهم صدام حسين بن مغنيم ال 81 اللي هجرهم الى ايران. طبعا صار 20 سنة بقوا فكافروا وتنافلوا ورجعوا وصاحوا هم الكتابة. ها وخلي يسمعوها نعم. يعني مع الاسف وصلتوا لنفسكم الى ان جعلتم من نفسكم عبيد الى هؤلاء، جئتم امر بيتم، الان هم مسيطرين. عندك فيديو لمحمد الغربان، هو يعترف ب
نرفض يقول أنا إيراني 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 تصبر ما عليكم أنا إيراني وصرت وزير الداخلية وأنتوا اللي انتخبتوني زين أكو ناس يجون بألقاب إيرانية ويزدوها صادحة على السوق العشائر العرب خاصة في الجنوب والوسط زين يطلعوني عشيرة الشعبندر هل هي عشيرة عربية عندك الزند عندك الشهرستاني عندك الطريق عندك غيره وغيره تهوري موفق الربيعي بنسوي نفسه هو مسوي موفق الربيعي ولا غيره كريم تهوري اسمه الحقيقي وغيره وغيره من الاسماء هذول انتم اللي جعلتوهم شادع عليكم فعي لهذا السبب ترفض الولايات المتحده هذا الشخص هذا الشخص واحد من الجواسيس الذين يقومون بنقل المعلومات الى ايران وادخال الايرانيين الى العراق ومساعدة الميليشيات الشيعية التي تقوم وفي وزارة الداخلية أيضا هناك ميليشيات شيعية موجودين هم كلهم لكن قاداتها قادات الضباط الكبار على حساب الموجودين بوزارة الداخلية يقومون بهذه المهام لأجل إيران ليش في الإسلام مين تربط العقيدة الدينية احنا نعرفها هذا كل زين وما نقدر نخبر عنه ولا لحظة واحدة لا هذا لن يتم هذا لن يتم قسما بالله أعطيك معلومة حول إغلاق المقرات من قبل الميليشيات الشيعية لماذا يغلقون المقرات هذه المعلومة راح أعطيك إياها مثل باقي المعلومات أعطيكم إياها وطلعت صحيحة عندك هذه المعلومة يقومون بإغلاقها جاءهم تهديد من القوات الأمريكية تغلقون هذه المقرات حتى نجي نسويكم مضحكة أمام الرايح والجاي ونغلقها ونسحبكم بالشرطة فلهذا قاموا بإغلاقها هم مو شرفاء يقومون بإغلاق أربع سنة وعشر سنوات وسبع سنة وسبع سنوات هذه المقرات تشتغل تقوم من يحصل قتل ولا اغتصاب ورشاوي والسرقات بكم نعم أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا اتصال أم عبد الله من بغداد تفضل يا أم عبد الله السلام عليكم شنو رأيك وعليكم السلام ورحمة الله وسلم بيك شنو رأيك خلينا قناتكم الشريفة ولكل عراق الشريف حيا إن شاء الله يا أهلا بيك شنو رأيك بالموضوع موضوع أنه إيران تدخل من جديد على الخط لحسم موضوع منصب وزير الداخلية ليش هو هذا شيء جديد أستاذ؟ لا مو جديد لا مو جديد لا إحنا يعني من 2003 نعم. إلى الآن هو هي داخل على الخط لا مو جديد يعني. إحنا أشرنا عليه الموضوع قلنا الموضوع مو جديد بس هناك استقتال على ربما هناك اليوم أكو يعني غير فالح الفياض اسم غير فالح الفياض نعم. أستاذ اسمح لي هو إذا وزير الداخلية إذا قعد على الكرسي فالح الفياض أو غير فالح الفياض نعم. إحنا هاي الشغلة منتهين من عدها هم لازم يجيبون واحد مالي لإيران ومالي للحكومة ويقوم بعملية تنفيذ القرارات على حساب الشعب العراقي وخاصة السنة يعني هذا مو شيء غريب بعدين إيران يعني هسه من زعلت وضعها كأخطبوط في الوطن العربي يعني خلت كل وطن عربي في كل دولة من الوطن العربي هو مشكلة فأصبحت الدول العربية يعني إنه هسه كيف تفكر الدول العربية إنه أكو خطر هو إيراني هو راح يأثر على مصلحته يعني إحنا ما مستفادين من الوزارات إحنا من 2003 إلى الآن الوزارات كلها الثلاثة الرئيسية هي تبقى إلى سنتين أو سنة أو ثلاث سنين يلا يختارون وتستمر الحكومة والحكومة شو تستمر نفس المنوال يعني لا هو شيء يعني إحنا مستفادين من عنده ولا الشعب العراقي مستفيدين من عنده إحنا الشعب مع الاعتدال الطيبين إحنا شعب جهلة إحنا رضينا بهذا الواقع أستاذ ليش الدول العربية خاصة الدول الخليج هي قريبة من إيران ليش ما صار بيها مثل اللي صار بينا إحنا لأنه إحنا عقليتنا يعني تختلف عن عقلية المثقف في دول الخليج يعني أول شيء الحكومات هي يعني تراعي شعوبها ثقافتهم شغلهم استقرارهم إحنا من 2003 إلى الآن ما لمسنا فد شيء يفرح الشعب العراقي قتلوا السنة شردوهم بعدين تحولوا إلى الجنوب قتلوا المتظاهرين يعني إحنا في استفادين من الدولة فهذا يعني إحنا نعيد ونشكل بهذا الكلام والدول العربية هسه تدخل تقول إنه أكو خطر كبير على الوطن العربي
زين السعودية إلى الآن هي تعرف أنه أكو خطر، دول الخليج يعرفون أنه أكو خطر إيراني، هسه تريد إيران ترتب العلاقات اللي موجودة بينها وبين الدول العربية وخاصة السعودية، ليش؟ لأن عرفت أنه أكو في التحرك أمريكي، وهي أمريكا طبعا هي خلتها اليد اليمنى إيران في العراق أو في المنطقة، هي مستفادة أمريكا وإسرائيل مستفادة. انه بيقول ان انا المتصل يقول انه فتحوا المجال لاسرائيل، ترى اسرائيل كل وطن العربي هي الصد والجول، لا تتصورون انه بس بالعراق العفو بس بفلسطين، بام عيننا شفناهم في كردستان، والله العظيم يمشون بالشارع ويسلمون علينا، فكيف اذا الدول الاخرى العربيه خاصه شمال افريقيا وكلهم تزوجوا مع اليهود وكلهم سووا علاقات، يعني احنا الشعب العربي او الشعب العراقي ما قام يهتم بوطنه. نعم. وطن وطن اكو وطن، لازم انه انا عندي سياده وطني احترم نفسي واحترم وطني واحترم سيادتي. اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. رساله على الواتساب يقول فيها السلام عليكم، يقول اخي العزيز واخوتي كادر القناه، يقول والسامعين والناظرين، يقول المأساة مستمره على المستضعفين في العراق، يقول ولا اريد يعني أن أهلككم أو أهلكهم من سرقة أموالهم وقلة الوعي. يعني يتحدث في نقطة، هو يقول قلة الوعي صراحة ما مفهوم، يقول قلة الوعي المجتمعي، ولكن يقول الذنب الأول والأخير هو الشعب، يبدو أنه يقصد أنه السرقة وقلة الوعي المجتمعي، يقول لكن الذنب الأول والأخير هو الشعب وهو راضي والسلام. مو كل الشعب راضي، هذا كلام غير صحيح. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحياتي لكم ولكل كادر قناة الرافدين، يقول إذا قالت إيران وملال إيران فلا بد أن ينصاع ذيولهم في العراق بوجود الخونة والعملاء من الذين يدعون بأنهم سياسيين، سيبقى العراق محافظة من محافظات إيران، وإذا لم ينتفض الشعب العراقي ضد هذه الطغمة الفاسدة المجرمة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي من سياسيين وبرلمانيين ومعممي السلطة، فلا وجود لشيء اسمه سيادة العراق. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول يعني محاولة إيرانية جديدة بإرسال وفد من أجل حل قضية وزارة أو منصب وزير الداخلية في العراق، وكما معروف بأنه يعني الحكومة حكومة عادل عبد المهدي مشكلة باستثناء وزارة الداخلية والدفاع والعدل والتربية كذلك، يعني صار فيها إشكال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.